واحد طلع بيقول لك ايه العدل ومش عارف انتصر على السيف. لا يا حبيبي، الارض فتحت بالسيف والقلوب فتحت بالدعوه. تاني، الارض فتحت بالسيف والقلوب فتحت بالدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم، جعل رزقي تحت ظل رمحي. يعني تخيل بقى، تخيل امه الجهاد، امه بتقول لك رزقي تحت ظل رمحي، يعني انا باقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، والربنا اكرمني بعمل باخد الغنائم من الاعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قسم له الخمس في الغنائم، فكان اغنى رسول، كان مليونير. الناس بتقول لك طب هو كان بيشتغل ايه؟ بياخد الخمس في الغنائم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى 11 سنه في المدينه المنوره، اكثر من 25 غزوه وسريه اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. كان نحو 25 حرب، في حدود يعني او اكثر يمكن شويه، كانت في المدينه المنوره. 11 سنه، يعني بمعدل مثلا كل كام شهر كده يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات الكبيره، او يبعث الثرايا للقبائل المحيطه. يعني كل بضعه شهور رسول في حرب. بالظبط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله ما بيبقاش قاعد كده، لا، يا خيل الله اركبي على طول. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري ومسلم، اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال: ايمان بالله ورسوله، ايمان بالله ورسوله، وجهاد في سبيله. عليكم.